هقول لك على اداء او على طريقه توفر ليك فلوس كتيره قوي، وان انت تعرف تدور على كذا حاجه في وقت قليل. خليك على جوجل كروم او على متصفح جوجل وتكتب برايس تراكر او تي اس ال اديت، تخش عليه وتكتب الجمله دي وبعد كده تضيفها على جوجل كروم. انا كده كده ضايفها، بس انا يعني عشان جايب لك كده ريموف، انا كده كده ضايف. خليك معايا تاني. ولو انت بتتابع اسعار ساعات معينة، أنا مثلا عشان بحب الساعات فأنا بتابع مثلا منتجات للساعات، فأنا عشان أتابع ساعة معينة وأعرف أسعارها قلت ولا لأ، كل اللي عليا إن أنا باجي هنا بيظهر لي الأبلكيشن ده، أروح دايس هنا وأروح دايس كرييت نيو تراك أهو، وبعد كده يقول لي أنت عايز تختار إيه، وأجي هنا أروح شايف المربع الأخضر اللي بيظهر ده وأروح دايس على المربع ده وأروح دايس، يقول لي أنت كده إن أنت عايز تعمل do you want track content in this block؟ أيوه، أقول له أيوه يس. هيروح قايل لي ايه، تراك ووز كرييتد اهو. نيجي هنا ونيجي على واتش ليست، دي شويه حاجات انا كنت عامل اهي بالظبط اهي فوق اهي. بمجرد ما الاسعار بتختلف هي بيجي يدي لي نوتيفيكيشن او اشعار ان الاسعار دي اختلفت. بس كده يا جماعه، وهو ده اللي كنت حابب اقول لكم، ان الاداه دي بتتابع لك كذا منتج على الانترنت وهي اللي بتقول لك الاسعار اذا كانت اختلفت او عليت او اي شيء. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. مع السلامه.